لا الاهلي بالشكل الجميل اللي ظهر بيه في ماتش فيتا كلاب، كل حاجه ظهرت بشكل كويس كاداره الكوره، في انها عملت كنترول على اللعيبه وهيئتهم بشكل كويس، حطتهم قدام مسؤولياتهم، وكموسيماني عمل تاكتيك كويس وعمل تشكيل كويس وعمل اداء كويس، اللعيبه اتحملت المسؤوليه وادت بشكل كويس. انا بشوف انه ماتش فيتا كلاب ده ان شاء الله ده مكسبه هيحط الاهلي في النهائي باذن الله. ويغير شكل الفني للاهلي في الفتره اللي فاتت، يعني الماتش ده غير، لا لا ده غير حاجات كتير. لا كان كمان الاهم بالنسبه لنا ان انت ماتش غلبته وماتش تعادلته، لازم كانت معقوله من المجموعه الضعيفه دي ما نوصلش وانت بطل افريقيا، فكانت هبوط مفاجئ. عارف اللي هو يقول لك هبوط مفاجئ في شارع الناس مش عارف الثالث إيه؟ يا كابتن يعني دي طبعا مجموعه النادي الاهلي كابتن، طبعا سيمبا شارك لوحده الاهلي بعديه ثم فيتا كلوب. لا الاهلي هيبقى اول مجموعه ان شاء الله. الناس شككت في المستوى الفني اللي بيدير بيه موسيماني كابتن. طبيعي 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 لما تبقى المستوى طالع نازل طالع نازل الناس شكت، وهو لازم يبقى عارف الجمهور الاهلي صعب في 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 تقييمه، خصوصا انك كنت بتلعب فرق ضعيفه، فهو كان عنده تغيير كتير قوي في الخط الامامي وكان عنده يعني في شويه حاجات كده، لكن الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس واشتغل كويس وركز كويس في الماتش ده، عمل احلى اداء وعمل احلى تشكيل والناتج كان كويس. فاحنا يهمنا الاستمراريه باذن الله. اكيد هو كل شويه بيعرف حاجات كتير، كل شويه على النادي الاهلي وعلى طبيعه اللعيبه وطبيعه الجمهور وطبيعه طبيعه الاداء خارج الملعب والاداء داخل الملعب، كل الحاجات دي كل شويه ميتسو بيعرف حاجات، فدي بتساعده على انه يبقى عنده استقرار وهدوء بشكل. الماتش ده عمل له استقرار وهدوء، لانه كانت هتبقى مشكله كبيره جدا في وجوده يعني. صحيح. هتبقى مشكله كبيره، فانا بعتقد انه كده خد الامان الفني اشتغل، والناس لازم تدعمه بشكل كويس، ويسيبكوا بقى من تقييم الماتش بماتش. صحيح. الامور هتمشي كويس ان شاء الله. الاهلي محتاج ايه يا كابتن في 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 المراكز بعد تقييم الفتره الاخيره دي من وجهه نظرك يعني؟ لا يعني انا بشوف ان احسن حاجه عملتها لجنه التخطيط واداره الكوره في وجود بدر بنون، كانت صفقه اراحت كثير النادي الاهلي، قعد 3 سنين في تجارب في المراكز دي بشكل كبير جدا. بعتقد انه بدر عمل استقرار كبير جدا في الخط الخلفي، استقرار على الناحيه الدفاعيه بشكل كويس، الراجل عنده مميزات كويسه جدا بدايه الهجمه وعنده في الناحيه الدفاعيه، وبشوفه انه ينقص يعني اللي ناقصه بس انه يزعق في اللي حواليه، لكن هو قائد كويس وفي احترام بينه وبين اللعيبه، فالشكل التنظيمي جوه الديفنس بقى كويس جدا، بقت الامور كويسه. محتاج باك يمين يا كابتن بديل لهاني مثلا؟ محتاج طبعا طبعا، ما انا عارف انت عايز تقول ايه، محتاج طبعا باك يمين، محتاج باك ليفت، محتاج راس حربه ضروري مهم جدا. في حاجات انا بعتقد لجنه التخطيط شايفه ده وبتفكر فيه، وفي مراكز بتحتاج كواليتي معين، في مركز بتحتاج كواليتي يؤدي فيه مؤدي بشكل كويس، يبقى حد مع هاني، يا اما لازم تجيب حد ينافس هاني يعني هاني يخاف منه، انت واخد بالك؟ طبعا عشان مستوى يعلى ل 8 و9 منافسه موجوده طبعا، الوضع بيختلف بالنسبه للاعب الاساسي بالظبط. النادي الاهلي محتاج كواليتي معين في راس الحرب، حتى الان يا كابتن ليه مش لاقيه كواليتي؟ لانه الاختيار مهم جدا، اختيار احنا بندفع فلوس كتير، النادي الاهلي ما بيبخلش في في الصفقات على انه ما بيجيبش حد نص كده فلوس، لا بيجيب فلوس كتير. لا انا لا في فرق بين ان انا ادفع فلوس في حد ويطلع وحش، دي انا جبت بادجي ما ينفعش، بواليا لم يعني بنقول لعيب ماشي جيد، انا مش عايز لعيب جيد يعني في بوزيشن، مش ما بقاش عايز لعيب فيه سوبر جاي. عايز لعيب سوبر، عايز لعيب مميز يخطف العين ويخطف كل حاجه. عايز فيرود يجيب لي في السنه في البطولات كلها اللي انا بلعب فيها دي 25 جول. يعني الاهلي بيلعب في دوري وكاس وافريقيا وراح كاس عالم الانديه، فبطولات كتير. صحيح. يبقى معدلك في التهديف، انت راجل فيرود وعارف الحسبه بتاعتي للفيرود في معدلك التهديفي. ده شريان الحياه بالنسبه لك. ده
التقييم العالي، خصوصا انت فرقه كبيره، انت فرقه صف اول. عمرك شفت النادي الاهلي من غير هداف دوري كابتن؟ يعني طبعا كان في سنين طبعا عندنا نجوم، كانت في المنصوره وفي الزمالك وفي المصري. طول عمر المركز، بس النادي الاهلي طول عمر المركز المميز قوي في النادي الاهلي على مر الاجيال هو راس الحرب فيرود، صحيح طول عمره. فلازم يبقى كده. دلوقتي انت زمان يمكن كانت ما كانش فيه ممكن انك تجيب اجنبي، دلوقتي في اجنبي. يعني اطرحت لك انك انت لو هنقول المواهب نضبت، هنقول القطاعات ما بتطلعش دلوقتي، وكلكم كنتوا بطالعين من الفراوده العظيمه طالعه من قطاعات الناشئين في النادي الاهلي اللي كانت في النادي الاهلي. صحيح كابتن، صحيح. مش هنقول اسامي، لكن كلهم كانوا طالعين من تحت. دلوقتي هنقول قلت شويه او في جزء محتاج شغل. يعني دلوقتي مين؟ احمد ياسر ريان اللي طالع من القطاع، وهو ولد مجتهد ولاعيب كويس، وان شاء الله ربنا هيكرمه في اللي جاي. بس بقى في انك انت تتعاقد مع حد كويس، يبقى بتعاقد. عندنا لجنة تخطيط ممتازة وكباتن كبار، كابتن محسن صالح وكابتن زكريا، ومعاهم كابتن خطيب وسيد عبد الحفيظ. بتمنى ان احنا اشوف حاجة نمرة 9، حاجة ما حصلتش، لان ده انت تحتاج ده، النادي الاهلي يستحق ده. انت بتوفر فلوس؟ انت لا، وبعد كده ما بتوفرش فلوس؟ لا انا بدفع غالي. انا عايز بتوفر فلوس. انا دفعت غالي في حسين، ودفعت غالي في بادجي، ودفعت كده. انا بتكلم في انت لو طلعت واحد حتى في اللي جاي، حتى في اللي جاي. فاحنا نستحق اكتر من كده، نستحق ان احنا طول عمرنا في المرتبه الاولى، فنستحق فيرود يجي في جيبه 25 جون او 20 جون، صحيح، على بطولات كلها اللي عندنا يعني. طيب منتخب الاولمبي كابتن